زمن وجيز بعد أن سيطرت حماس على غزة، قام المسلحون بالسيطرة على هذه البناية، مركز لشؤون أسرى فتح، وحولوها لمركز أسرى حماس الماكثين في السجون الإسرائيلية. في السابق كانوا في بناية صغيرة جدا، أما اليوم لديهم هذه البناية الواسعة، حتى أنهم بنوا بداخلها غرف السجن مطابقة لتلك التي في إسرائيل. هناك متابعة يومية من خلال مندوبنا وعدد من الأسرى في السجون الإسرائيلية. اليوم بعد أن قررت الحكومة الإسرائيلية تحرير 250 أسيرا من فتح، حماس لم تكف عن التهجم، بالأخص على الرجل المسؤول كما يقولون، وهو أبو مازن. أن الحديث عن عملية إفراج عن 250 معتقل فلسطيني من حركة فتح يمثل إهانة للرئيس الفلسطيني الذي قبل من الاحتلال أن يعامل كرئيس لفتح وليس كرئيس للسلطة الفلسطينية، كما أن هذه العملية تمثل إهانة لحركة فتح التي قبلت أن تصنف كحركة مقبولة إسرائيليا في مواجهة بقية القوى الفلسطينية الأخرى. على خلفية هذه الأقوال تعلو مرة أخرى قضية قائمة أسرى حماس قبيل اتفاقية ممكنة لتحرير جلعاد شليت الموجود تحت أيادي حماس. ففي الأيام الأخيرة أخبارا كثيرة تنشر بأن حماس فوضت قادتها في السجون الإسرائيلية من أجل التفاوض مع عوفر ديكل المفاوض من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلي. حماس نفت هذه الأقاويل، هناك قناة واحدة للمفاوضات حول الجندي الأسير جلعاد شليط. هذا هو جابر وشاح الذي حرر من السجون الإسرائيلية قبل 8 سنوات، جلس في غرفة واحدة مع سمير قنطار وما زال على اتصال معه. أتابع أخباره عن قرب، سواء عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو عبر أهله وذويه أو عبر الإخوة وذوي الأسرى الذين يزورونه في سجن هدرين. قنطار هو ورقة مساومة بالنسبة للإسرائيليين في أي صفقة إذا عقدت من أجل تحرير الجنود من أيادي حزب الله. حسب المصادر الفلسطينية بأن عوفر ديكل التقى مع قنطار في سجن هدريم وأوصل له هذه الرسالة. كان هناك تقدما في عملية التبادل بشأن إطلاق سراحه، إلا أن شروط حزب الله قد أوقفت ذلك التقدم عبر الوسيط الألماني. وفي هذا اليوم أحضر إلى المحكمة العسكرية رئيس البرلمان الفلسطيني من قبل حماس عزيز دويق، فأعضاء حكومة حماس ووزرائها المتواجدين حاليا في السجون الإسرائيلية هم أيضا ورقة مساومة لإسرائيل من أجل تحرير شاليد. We are here in the prison. We have been